مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي فيس بوكس. نسجل دخولنا في هذه المرة ونمر فيها على موضوع الحرب في مالي وآراء المدونين وتحليلاتهم لها ومواقفهم منها، كما نستعرض أهم منشوراتكم التفاعلية حول القضايا المثارة في الأسبوع الأخير، إضافة إلى جولة في ألبوم الحلقة وفيديو طريف وحديث عن ماذا يجري مع مدون وإعلامي فاعل. أهلا بكم. أثار قرار إعلان الحرب من قبل فرنسا على المسلحين في شمال مالي اهتمام المدونين الموريتانيين لما في القرار من تأثير على الوضع في البلدين. بعض المدونين وصف الأمر بأنه معقد جدا، والآخر وصف التدخل الفرنسي بأنه استعمار سافر، بينما اتفقوا على رفض التدخل الأجنبي ورفض الإرهاب معا. المدون أحمد المحمد المصطفى كتب قائلا: لو قدر الوضع في شمال مالي أن يفتح صفحة شخصية على الفيسبوك لوصف حالته بأن الوضع معقد. محمد لمين للفاضل أضاف قائلا: إعلان الحرب ضد المسلحين في شمال مالي هو قرار خاطئ جدا، عدم إعلان الحرب وترك الإرهابيين يضاحون في المنطقة هو أيضا قرار خاطئ جدا. بالمختصر المفيد، ما يجري في مالي هو في غاية التعقيد، واتخاذ موقف مما يجري في مالي هو أيضا أمر في غاية التعقيد، لا لإمارة إرهابية في شمال مالي. فكيف يمكننا أن نجمع بين لا للحرب ولا لإمارة إرهابية؟ وكيف يمكننا أن نقضي على الإرهاب في شمال مالي دون أن نخوض حربا؟ تصبحون على جواب مقنع. المدون محمد ناجي أحمد: فرنسا تدفعنا بغبائها لكي نتعاطف مع المتطرفين وندعو ربنا أن يهزموها. شخصيا أدعم تلقائيا الصف الذي لا يكون فيه المستعمرون، أعرف أن كثيرين مثلي. وعبر المدون مصطفى وللبو عن موقفه قائلا: أنا أبعد ما يكون عن الوقوف في صف مجرمي شمال مالي. كما كتب المدون الشيخ البلعمش مستغربا: إذا واصلنا سلبيتنا اتجاه ما يجري في أزواد فإن ذلك سيشبه إلى حد بعيد موقف مبارك من الحرب على غزة. المدون محمد شنقيطي كتب قائلا: ما يحسنني في حرب مالي هو أن الذين يصطلون بنارها وهم مسلمون والكثير منهم عرب، بالإضافة إلى أن الجماعات المسلحة المقاتلة فيها الكثير من الموريتانيين. ولا أدل على ذلك من الشنقيطي المتحدث باسم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي ظهر اليوم على الفضائيات يحذر فرنسا ويتوعدها. كما كتب المدون علا الهالي: أسوأ ما في الحرب أن نارها عمياء تصيب وتقتل من لا يستحق، وغالبا ما تبقي على من أخرج ماردها من القمم واستحق الموت. باختصار، هي كتلة دمار هائلة تتدحرج لتعصف بكل من يقف في طريقها وحتى من لم يقف في تلك الطريق. الصحفي والإعلامي فتن متالي: لا شيء أكثر حيرة من تذبذب الموقف الجزائري من حرب الشمال والغموض الموريتاني والسكوت المغربي والاندفاع الإفريقي والترشة الفرنسية. المدونة السالمة عبدة الرحمن وصفت ما يجري قائلة: العالم يقتل المساكين. ففي اتصال هاتفي أجرته الإذاعة قبل قليل مع أحد سكان تمبكتو المالية يقول: نناشد العالم أن يخوض حروبه بعيدا عنا، مدن من طين لا تتحمل أزيز الطائرات ولا أصوات المدافع، نحن شعب مقهور أصلا بفعل الجوع والمرض ولا نحتاج إلى ويلات الحروب. بث التلفزيون الفرنسي 12 ديسمبر 2012 تقريرا عن تدريبات الجيش المالي، ويظهر الفيديو أفراد الجيش المالي وهم يحاكون أصوات إطلاق الرصاص بأفواههم أثناء التدريب والمناورة لقلة العتاد، مما جعل البعض يصف حالهم بالمثل الحساني الشهير تعمى رشدوب. متابعة ممتعة للمشهد الطريف. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Vous voyez, ils débarquent, ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient les porter appui. Maintenant, eux embarquent pour marcher sur l'objectif. Tandis que l'autre section qui est partie à gauche va se mettre maintenant à tirer. Ouais. Cette offensive-là n'a pas fait de victimes. Mais l'armée a hâte de prendre sa revanche après la débâcle du printemps. نلفت انتباهكم مشاهدين الكرام إلى أن برنامج فيسبوك يستقبل فيديوهاتكم وصوركم ومشاركاتكم على بريد البرنامج وعلى صفحة القناة، فشاركونا وأرسلوا لنا ما صورتم.
أعلنت السلطات الموريتانية الأسبوع الماضي انتهاء العمل بجوازات السفر القديمة دون اكتمال الإحصاء الجاري، مما أثار سخط الكثير من المواطنين. المدون مولاي عبد الله كتب قائلا: دولة ألغت جوازات السفر حوالي 110,000 مواطن دون سابق إنذار، فلا مهلة ولا إعلان في أي وسيلة إعلام رسمية. أفسد القرار الشبيه بطيحة الفجر في التخطيط العسكري مصالح آلاف المواطنين، فألغيت أسفار للعمل وأخرى للزيارة، وربما أسفار للعلاج، وأصبح كثير من المواطنين في حكم الإقامة الجبرية. ربما يمكن فهم هذه المغافلة الرسمية في ضوء احتمال أن القرار فكرة عرضت لفخامة نرال وهو في مزاج سيء أو في حالة انزعاج من شخص لم يغير بعد جواز سفره. كما كتب المدون سيدي محمود: من سره أن ينظر إلى ارتجالية القرار وعدم احترام مصالح المواطنين فلينظر إلى قرارات حكومتنا الموقرة. منع حاملي الجوازات القديمة السارية الصلاحية من السفر مثال دال. الناشط والمدون سيد أحمد باب وصف الأمر قائلا: مسرحية جحا من إخراج مربي. أهل الخارج يسمح لهم بدخول موريتانيا بالجوازات القديمة، لكن لن يخرجوا منها مهما كان الوقت ضاغطا. الدخول مجاني والخروج معوض. أما المدون طول عمره محمد فال فقد كتب قائلا: لا أستطيع استيعاب أن جواز السفر القديم أنهيت صلاحيته دون مهلة ودون سابق إنذار، بينما زاز انتهت صلاحيته بمهلة 6 أشهر يجب أن تعيد السلطات النظر في الإجراء، فكلنا نريد حالة مدنية راقية كالتي حصلنا عليها، لكن ينبغي إعطاء مهلة لحامل الجوازات القديمة لتغيير جوازاتهم. وفي وصف بليغ لحالة حامل جواز السفر القديم الذي تم إلقاؤه يقول المدون محمد لمين الناجي: عار من التقديم أصيل في التأخير، محكوم عليه بالعذاب، يطرد من باب إلى باب، إن سعى يريد الفيزا وفي المطار يلقى اعتراضا واحتجازا، كان حمله 3 في عذاب واضطراب، فأسقط بالأمس عصرا دون إنذار أو حساب. ألبوم الحلقة صور متنوعة وطريفة وخفيفة، تابعونا. ماذا يجري؟ سؤال طرحناه هذه المرة على المدون والناشط الإعلامي الفاعل سيد أحمد والبابة رئيس تحرير موقع الأخبار إنفو. فريق البرنامج التقى المدون سيد أحمد وسأله ماذا يجري. نحن أغلب أوقاتنا على الفيس نقضيها في نقاش ما يجري في الشقيق مالي، لمتابعة أخبار الحرب، نتائج الحرب، خسائر الحرب، الصدمات بين حركة أنصار الدين والقاعدة من جهة، القوات الفرنسية والمالية من جهة أخرى، باعتبارها أمر يمس مصالح البلاد الاستراتيجية، يمس مصالح مواطنينا، يمس مناطق واسعة من الأراضي المالية المجاورة لنا. وبالتالي أغلب النقاش طيلة الأيام الماضية وحتى الآن ما زال مصب على ما يجري في الشقيق مالي. نحن قلقون لما يجري هنالك من التوتر، قلقون للتدخل الفرنسي السافر بنزاع داخلي كان يمكن أن يتم حله بطرق سلمية، قلقون للخسائر الفادحة بصفوف المدنيين، هؤلاء إخوة لنا في العقيدة في الدين، هم جوار في النهاية، وبالتالي أضرارهم أضرارنا، خسائرهم خسائرنا، خسائر المدنيين خسائرنا. منزعجون جدا، نتمنى لمالي أن تتجاوز محنتها الحالية، ونتمنى للفرنسيين أن يغادروها، ولأنصار الدين والقوات الحكومة المالية أن يجدوا طريقا للحل غير السلاحي والرصاص. وبالتالي هذا النقاش دائما محتدم على الفيس، هنالك من يناصر طبع القوات الفرنسية ويناصر القوات المالية وأن القاعدة معتدية وهم في نقاش، هنالك من يرى أن هذا نتائج من نتائج الفوضى التي حدثت في ليبيا، هذا موضوع للنقاش آخر، هنالك من يرى أيضا ضرورة التدخل القوات الموريتانية بوصفها جزء من الإقليم، وهذا ما نعارضه ونناقشه على الفيس، وهنالك أيضا من يساعد ويناضل من أجل أن تهدأ الحرب وأن تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية في جزيرة مالي. أعلنت السلطات الموريتانية الأحد 11 يناير نبأ وفاة رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني السيد بامباري في أحد المستشفيات الفرنسية. المدونون أثنوا على الفقيد وسألوا الله له الرحمة والغفران، في الوقت الذي تساءل بعضهم عن سبب غياب موقف لائق من الحدث على مستوى السلطات الرسمية والأحزاب السياسية. المدون ناجي بلال كتب قائلا: رحل عن عالم الدنيا الثانية رجل السياسة اللامع الوقور الرزين بام مادو الملقب مباري، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، رئيس سابق للبلاد ورئيس لمجلس الشيوخ ووزير سابق. وأضاف المدون والناشط مولاي عبد الله قائلا: قرأت نبأ وفاة السيد بامباري رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني اليوم في أحد مستشفيات فرنسا بعد مرض أصابه منذ فترة.
فرحمه الله وتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المدون والناشط محمد لمين تجي مولود تساءل عن سبب غياب موقف الأحزاب من الحدث، فكتب قائلا: كم من حزب سياسي قدم التعزية في رئيس مجلس الشيوخ؟ كم أصدروا من بيان؟ كم شخصية وطنية اهتمت به؟ كم من تقرير كتب عن رحيله؟ إنه رئيس سابق ولو صوريا، لقد أجمعوا على رئاسته حينها اختيارا عكس الكثير من الرؤساء، ثم بكل تأكيد رئيس مجلس الشيوخ بإجماع الجميع، فلماذا عدم الاهتمام بوفاته بعد عدم الاهتمام بمرضه؟ هذه هي الدولة الديمقراطية، هذه هي النخبة السياسية والاجتماعية التي تدافع عن الوحدة وتتشدق بالوطنية. المدون والناشط حبيب الأحمد كتب قائلا: بامباري الرجل الموريتاني الوطني الرائع الذي شغل منصب رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية كانت فارقة الاضطراب سياسيا وأمنيا، استطاع تجاوز كل مطباتها بحنكة وروح وطنية مشهودة، وتربع على رئاسة مجلس الشيوخ لعدة سنوات، يرحل اليوم بهدوئه المعهود وبوقاره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. مشاهدينا الكرام، برنامج فيسبوك في انتظار آرائكم وتدويناتكم ومشاركاتكم المختلفة عبر صفحتنا التفاعلية. يمكنكم إرسال مختلف الصور واللقطات لبثها في البرنامج، سواء رصدت مظاهر من الحياة أو عبرت عن آرائكم المختلفة. وإلى لقاء آخر، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.